السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو لكافة المراحل، توضيح بالنسبة لقوائم التشغيل، يعني التعرف على قوائم التشغيل. لمن تطلبون درس وأقولكم موجود بقوائم التشغيل، تقولوا لي دزيل الرابط. فهي يعني هواي فيديوهات، يعني تروحون هسه هاي قناتي، عندي قناتين، هاي القناة الأولى قناة التعليم لكافة المراحل، وهاي الثانية أخبار متنوعة بها عدة أخبار أنزل بها. لكن هذه يعني أول مرة هذه الصفحة الرئيسية، وبعدين هاي الفيديوهات هياتها قوائم التشغيل بصف الفيديوهات. هذين الفيديوهات هاي يعني موجودة لكافة المراحل وجميع الدروس. هاي يعني مثلا طلبون أنتو درس، عندنا مثلا رياضيات ثاني متوسط، تروحون على اليمن على الرياضيات الثاني المتوسط، تضغطون عليه تطلع لكم الكتاب كله. أنا شارحته الكتاب كله، مثلا هاي القراءة للصف السادس الابتدائي، هذه هياتها هاي القراءة. عيني تروحون على اليمن مثلا شنو عندنا، كل شيء هاي بيها، كل شيء رياضيات انجليزي علوم، هاي قواعد، حتى الكورس الثاني موجود بها. هاي ادب الثالث متوسط، هاي هذا نيكول موجود بها عيني. فلما خاصة انتو الثالث متوسط، لما تقولون ست نزلي لنا مثلا كيمياء، نزلي لنا مرشحات كيمياء، زين انا نزلت بالتمهيدي او نزلت بهذا بالدور الاول، بعد هسه هذا الدور الثاني شنو نزل، يعني شنو قابل الكتاب يختلف؟ هو نفس الكتاب وشارحه الفصول كلها، وشارحه منزله ملخصات، ومنزله مرشحات، ومنزله نماذج اسئله، وحتى اسئله الدور الاول منزلتها، وحتى اسئله خارج القطر منزلتها وحالتها، وأسئلة التمهيدي منزلتها وحالتها، الكافة هذا الكتب، يعني أنت جميع الكتب، أنت الثالث متوسط. زين أكثر شيء أني الثالث متوسط تعبت عليكم، يعني أكثر شيء وما يخالف، من تقولوا لي يعني نزلي تلخيص ونزلي مرشحات، يعني نفسها، تدرون صار لي يومين جاي نزل نفسها، نفس المرشحات، نفس اللي نزلتها بالدور الأول وبالتمهيدي، نفسا جاي نزلهم بالدور الثاني، هو كتاب واحد. فيا ماماتي لما تقولوا نزلوني كيمياء ونزلولي إنجليزي والإنشاءات، والله اليوم سويت الإنشاءات عيني، أو نزلي لي كيمياء يعني تلخيص الفصل الأول، منزلة كل شيء منزلة، ومو بس الثالث يعني حتى الصفوف الغير المنتهية هم قبل امتحاناتكم من يعني بنص السنة، انتو اعتمدتوا على درجة نص السنة، هم نزلت جميع الكتب. وتقولوا لي مثلا نزلي لنا عربي اول متوسط موجود، بس روح على قوائم التشغيل وروح اشوف العربي موجود، التلخيص والمرشحات والاسئلة شلون تجي وكل شيء بها. اذا تروحون هاي على قناتي، خاف تقولوا لي دزيل الرابط والهاي، يعني انا عد التزامات وهاي ظل ادز روابط هياتها، قلت لكم الصفحة هاي الرئيسة، هنا الصفحة الرئيسية هياتها الفيديوهات، هذا قوائم التشغيل كل شي بيها تلقون. وان شاء الله اذا اكو شي يعني جديد ما منزلته ما ملخصته ما مرشحته انزله للصفوف المنتهية والغير المنتهية وتدللون، بس كل شي منزله. وشوفوها انتو مثلا، تشوفون تروحون على قوائم التشغيل، تشوفون شنو الشيء اللي ما نزلته، يعني ما نزلته يجوز ناسيته احتمال يجوز، هاي اكتبوا لي بالتعليقات وخاطر انزل لكم، وان شاء الله التوفيق.